يبدو أن الشقيق الأصغر لكوفيد 19 هو أشد إيلاما على العراق والعراقيين. فليل بغداد بات عديدا قاسيا لم تعتد عليه هذه الشوارع التي انسكب بها السكون وسال بين أزقتها. التزام المواطن بالحظر قد فاق ما كان سابقا، ربما لخطورته أو لشدة العقاب. المشاهد التالية قد تثبت ذلك أو تثبت العكس. عتمة باهرة وحظر لا مفر منه، هنا يطبق دون نقاش أو حجج الفقر والعوز. فالوباء يقتنص الجميع، وهذه الصور قد لا تسر هذا الضيف الذي يعتاش على جهل وإهمال شريحة كبيرة. كنا هيك ملتزمين، ما نقدر نطلع بالسيارة، وهم يعني حتى لا نخالف القوانين أي من هذا الباب. بعض المناطق اللي ما تلتزم هاي تضر نفسها وتضر الآخرين. احنا عندنا مثل دارج يقول الخير يعم والشر يخص، يعني اذا تجي على الحكومه تقول لك ممنوع، اذا تجي على المرجعيه يقول لك ممنوع، التزم بالحظر. بغداد لا تعرف السكينه، فربما تختلف المشاهد في مكان اخر. من هي الدوله التي تحترم قراراتها؟ حكومه تدير ظهرها عنا دون اكتراث سوى بعقوبه المخالف، هكذا كان رد المواطن. يعني أنا فوق الكاهل مالتي وأنت مسوي له حظر، وأنا طالع من مظاهرات وتغيير حكومة وانخفاض سعر القيمة، وأنا السوق مالتي تعبان وأنا جاي أصف على نفسي. أنت شنو قدمت لي حتى أقدم لك إياه بالحظر؟ أنا الحظر فعلاً أنت تريد سلامتي، بس سلامتي تكون ما تموت من الجوع. طالب من؟ حكومة؟ ما عندهم مصداقية الحكومة. فقدت مصداقية بالحكومة. سيطوش أعداد هواي بس ما نعرف صدق كذي ما. لا حاجة لنا بحظركم. جائحتكم ليس لها وجود، ردوا أهالي أحد أحياء بغداد التي تبين أن لها فيدرالية خاصة بها، غير آبهين لصوت مبحوح لسلطة عليا، يغضون البصر عما مات وأصيب ولا زال يقاتل الوباء. الكورونا صارت عادية عندنا. معترف أكو فيروس هذا السلالة الجديدة؟ فيروس وينك؟ ما عندنا لا فيروس. أنا هي أنا يعني غير منطقة، مو منطقتنا، احنا عندنا منطقتنا بس كلش قليل. ليش طالع اليوم؟ ويا جماعة هيك نتوانى ولك حضر باقي العالم كله. اي عادي ما حد يحاسبهم غير. ليش؟ ماكو حساب، ماكو دولة، ماكو غير. ملابس كمامة سيت، والله هذا ظروفه خاصة، احتمال يعني ما يعني مأيس من حياته احتمال. أسواق عامرة بالتبضع ومحال بمختلف الاختصاصات وكمامات لا تقي غير بسطية هذا الرجل. كمامات 10,000، أطفال كبار 10,000. هذا هو واقع الحال أنا ومن بعد الطوفان. ضحى عنبر، الرشيد.